خلفية الاجتماع. كان عندنا اجتماع مع سعادة السفير الأمريكي مع وجود القادة العسكريين الأمريكيين، ومن جانب العراقي حضر السيد مستشار الأمن الوطني مشكوراً والقادة العسكريين العراقيين. والاجتماع كان يخص الرجوع إلى نتائج الحوار الاستراتيجي بين الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية. وبالأمس كان أيضاً هناك اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي والسيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول نفس الموضوع. وكانت لنا في الفترة السابقة اجتماعات مستمرة مع الجانب الأمريكي لكيفية وللتخطيط لكيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، وخاصة مخرجات الاتفاق اللي وصلنا إليه في الشهر الثامن في واشنطن، حيث تم في الاتفاق الإشارة إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية إلى خارج العراق، وأكدنا على أن يكون هناك توقيتات زمنية، أي جدولة الانسحاب. وبعد إعلان الاتفاق رأينا أن هناك خطوات تم تنفيذها، ففي الشهر التاسع أعلن الجنرال ماكنزي الجنرال العسكري القائد العسكري الأمريكي عن تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق من 5200 عنصر إلى 3000 عنصر عسكري. وبالأمس وبعد الاتصال المهم والتشاور بين دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسيد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، تم الاتفاق على الإعلان عن انسحاب 500 عنصر آخر من العناصر العسكرية من العراق، وبهذا سنصل إلى وجود 2500 عنصر عسكري في عسكري أمريكي. طبعاً طبيعة القوات المتبقية لا تكون قوات قتالية، أي أن القوات القتالية الأمريكية تنسحب من العراق، وفي الواقع وبالمفهوم العسكري الأمريكي أو مفهوم العسكري دخلنا المرحلة الرابعة، وهي المرحلة النهائية. وحينما نتحدث عن المرحلة الرابعة، بعد الرابعة ندخل مرحلة الصفر، أي مع انتهاء المرحلة الرابعة سوف تنتهي العمليات القتالية والتي كانت سبب وجود القوات الأمريكية والقوات التحالف في العراق. طبعاً قوات التحالف أتت إلى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية، وشاركت هذه القوات، وهي قوات من أكثر من 80 دولة، في محاربة داعش. والسؤال المطروح: هل انتهى حرب داعش لكي نعلن انتهاء المهام؟ الجواب أنه، وعلى ضوء التقارير العسكرية والأمنية، أن وبالمفهوم العسكري أن
قوات داعش هزمت، ولكن في نفس الوقت هناك خلايا إرهابية لداعش في تلال حمرين وصحراء البادية وفي جنوب غرب الأنبار وفي مناطق في أطراف كركوك، وطبعاً في الجانب الآخر من الحدود أي في سوريا هناك قوات داعش. إذن قوات داعش متواجدة، ولكن بالمفهوم العسكري العام قوات داعش هزمت، وخاصة بعد قتل العديد من القيادات الأساسية للقوات الإرهابية. الهدف طبعاً هدف النهائي هو الوصول إلى النصر أو الانتصار المستدام للقوات العراقية، وطبعاً حينما نشكر قوات التحالف بوجودهم في العراق بسبب وجودهم في العراق ومحاربة داعش، الفضل أولاً وآخراً يرجع إلى كل أصناف القوات العراقية التي شاركت في محاربة داعش وفي قتال داعش، سواء الجيش العراقي أو الشرطة والقوات الأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي وكل الأصناف الأخرى والحشد العشائري وكل الأصناف الأمنية والعسكرية التي شاركت في هزيمة داعش العسكري. بالنسبة للعمل المستقبلي مع قوات التحالف والجانب الأمريكي، سوف يستمر العمل على أساس العمل المشترك في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي. طبعاً الغطاء الجوي الغطاء تكون والآن أيضاً بالعمل المشترك مع القوات العراقية، يعني غرفة العمليات هي التي تقرر أي عملية جوية، غرفة العمليات العسكرية العراقية، بالإضافة إلى الاستشارات العسكرية للقوات العراقية ودعم وتدريب القوات العراقية وتجهيز القوات العراقية. إذن العمل المشترك مع الكثير من دول التحالف وأيضاً ناتو في مجال التدريب سوف يستمر. بالأمس أيضاً كان هناك اعتداء سافر من جهات إجرامية إرهابية على المنطقة الخضراء، وفي الواقع هذا الهجوم السافر على هذه المنطقة هو هجوم على الحكومة العراقية وعلى الشعب العراقي، ورأينا نتائج هذا الهجوم، هناك ضحايا مدنية، ونستنكر وندين هذه العمليات، والحكومة مصرة وسوف تستمر بمحاربة هذه الجهات المجرمة الإرهابية والتي تهاجم المؤسسات العراقية. النقطة الأخرى اللي حبيت أتطرق إلى أن مجلس الوزراء بالأمس ناقش تهيئة الأجواء للانتخابات المقبلة، الانتخابات المبكرة، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم المفوضية، وأيضاً مجلس الوزراء أخذ قرار بإرسال كتاب إلى مجلس الأمن في نيويورك للحصول على دعم
الأممي لدعم المسيرة الانتخابية، وأن يكون هناك مراقبين دوليين أثناء الانتخابات. وهذه الخطوة ستعزز نزاهة الانتخابات وتعزز الثقة بين المنتخبين والعملية الانتخابية، وبالتالي تعزز الثقة بالعملية السياسية. هذه هي النقاط اللي حبيت أن أطرحها معكم، وإذا كان هناك سؤال أنا سوف أحاول الإجابة على الأسئلة. وشكرا جزيلا. السلام عليكم مع الوزير وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع. بالأمس أعلنت جانب الأميركي لانسحاب 500 عنصر من قواته في العراق وفق اتفاقية الحوار الاستراتيجي. هل يشمل ذلك بقية القوات المتحالفة وقوة التحالف الدولي، أم فقط الانسحاب يقتصر على الجانب الأميركي؟ طبعاً بالأمس وبعد تشاور مع الحكومة العراقية، احنا كنا في مشاورات مستمرة مع الجانب الأمريكي حول هذه المسألة مثل ما قلت، وانطلاقاً طبعاً أساساً مشاوراتنا وحوارنا يستند إلى قرار البرلمان العراقي وقرار الحكومة العراقية وبمساندة الأحزاب السياسية العراقية وأخذ رأي المرجعية الرشيدة بنظر الاعتبار. من هذه المنطلقات بدأنا بالحوار ووصلنا إلى النتائج. وبالأمس حينما أعلن انسحاب 500 عنصر، الحديث هو عن الجانب الأمريكي. في نفس الوقت لدينا مباحثات وحوارات مع الدول الأخرى المتحالفة، وأيضاً طبعاً مهمة ناتو في العراق مهمة تختلف نوعاً ما عن مهمة التحالف، ولكن كانت لدينا حوارات ومستمرة مع سكرتير حلف الأطلسي ناتو ومع دول الأعضاء في ناتو. إذن العدد اللي ذكر بالأمس يخص القوات الأمريكية. شكراً. السلام عليكم قاسم. عليكم السلام ورحمة الله. قاسم من الأسوشيت بريس. معالي الوزير، يوم أمس حصل تخفيض ورافقها استهداف المنطقة الخضراء، هل لديكم خشية من المرحلة المقبلة الانتقالية لدى أمريكا؟ هل حصلتم على تطمينات عدم تطمينات من الجانب الأمريكي بما يخص السفارة الأمريكية أو أي عمل عسكري قريبا؟ تغييرة؟ يعني هاي الفترة للشهرين الجاية قريبا. المهم احنا مستمرين في تواصل مع الجانب الامريكي ومع الدول الاخرى، لان منطقه الخضراء لا تخص الجانب الامريكي، منطقه الخضراء تخص الجانب العراقي، لكن هناك العديد من مقرات البعثات الدبلوماسيه في المنطقه الخضراء، ومثل ما قلت نحن ندين هذه الاجمال، والحكومه ستستمر بالتحقيق في المساله للوصول الى الجنات ومحاكمة الجنود. بالنسبة للجانب الأمريكي، نحن نتابع الوضع في واشنطن والتغييرات التي حصلت واحتمالية التغييرات السياسية التي سوف تحصل، فعلى ضوء التغييرات نحن نقيم وضعنا، وسوف تستمر الاجتماعات مع الجانب الأمريكي خلال الأسابيع القادمة لتقييم كل مرحلة نمر بها ولتقييم المراحل التي مرينا بها في العلاقات الثنائية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. والله جنابي وزير، اگر دلفت بي بكرديش برسياري بكم كيه شوان جباري لكردستان بستشواره و برسياري كم نباري اويا اگر بيتو يزكاني امريكا بو جوري كتو امرجو بيا کرد بكشنو لعراق يخد هزكاني ان كم كنوا، يعني لروي امنية و تشكاري گريش خرابي قبل سالعراق يوم لينية نظم بس
جنابی وزیر ببود پرسیار که دوباره آقا من شبان جباری لکردستان است شوار و پرسیار کنم لباره وی اگر یه زکانی آمریکا لعراق اگر یه زکانی آمریکا لعراق شنوات چکاری گریش خرابی لسر روشی امنی عراق بیان سؤال كان إذا انسحبت القوات الأمريكية تأثير على الوضع الأمني بكردي جواب دمود وأي بعربي راح أجاوب بالكردي وبعدين بالعربي حتى الجميع يفهمون إما باسي أوكين هي زكاني أمريكا هاتون وعراق دجايتي وشري داعش وتقييمي عسكرية ويا شري داعش ناحية عسكرية گیشتون تا قناغی چوار خویان آلین و قناغی چوار قناغی کی دوائیه لو شره بلام اوه نمعنی اوه پیوندی و علاقاتی امنی و عسکری لگل امریکا نامنه پیوندی و علاقاتی عسکری لگل امریکا امنه بلام بشیوی که تر بوشیو امنه که اوان بتوانن یارمتی هزکانی عراق بدن لمسلی تدریب بیه لمسلی راوشکاری بیه لمسلی زانیاری به درباره کمالیتش، لمسلی هزی آسمانی به او پیوندی آن امنی لگل جانبی آمریکا و دولی تحالف. الجواب کان انه العلاقات الامریکیه العراقیه ما محدده فقط بوجود قوات الامریکیه في العراق وطبعا مثل ما ذكرت القوات الامریکیه وقوات تحالف. جاءت العراق بدعوة من الحكومة العراقية مستقبلاً سوف نستمر بتطوير هذه العلاقات ولكن مهمة القوات الأمريكية كانت محاربة داعش والمشاركة في قتال داعش أيضاً مهمة القوات التحالف كانت تخص محاربة قوات داعش من الجانب العسكري الخبراء العسكريين والأمنيين يتحدثون عن انهيار قوات داعش العسكرية رغم وجود خلايا لداعش مثل ما ذكرت في مناطق معينة ولكن العلاقات المستقبلية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول التحالف من الناحية الأمنية والعسكرية سوف تستمر ولكن هذه طبيعة هذه العلاقات تتحول من وجود قوات قتالية إلى وجود قوات استشارية ووجود قوات لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في الغطاء الجوي والتدريب والتسليح شكراً جزيلاً وإلى اللقاء